تعالوا بقى نشوف كمان مدرب سونيديب محمد بشار قال ايه عن المباراه. النهارده المدير الفني لفريق سونيديب محمد بشار قال ان الوصول للعب امام فريق بحجم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي امر يدعو للفخر، ان المباراه ديت المواجهه هتكون مباراه تاريخيه بتكتب في التاريخ، خاصه انها المواجهه الاولى لفريق سونيديب امام بطل افريقيا النادي الاهلي. كمان قال يعني هو علمنا من بدايه القرعه اننا في حاله طبعا تخطي بطل مقديشو هنواجه النادي الاهلي، وكنت في غايه السعاده لاننا سنواجه فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي اللي يمتلك طبعا تاريخ كبير جدا على مستوى القاره الافريقيه. محمد بشار المدير الفني لسونيديب قال ان المشاركات الافريقيه لفرقته ضعفت من خبرات فرقته على المستوى الافريقي، وان هيدخل التاريخ من خلال مواجهه كبيره امام النادي الاهلي. قال كمان بالنسبه على المستوى اللاعبين ان هم قال لهم او بيحفزهم بيقول لهم حاله تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي اكيد هيكون ده هزيل، هيكون حديث مطول مع اولادكم واحفادكم ان انتوا واجهتوا النادي الاهلي المصري في يوم من الايام وحققتوا نتيجه ايجابيه، واكيد دوت كل ده بينعكس بشكل كبير جدا على قيمه النادي الاهلي، وكمان بيدي معيار كمان ل صعوبة المباراة، في تحفيز كبير جدا. احنا عارفين ان سونيديب على المستوى الافريقي يعني مشواره قليل قوي، لكن بيواجه بطل النسخة الماضية وبيواجه النادي الاهلي، فاكيد الحوافز بتكون عالية جدا على اللعيبة. اللعيبة بتاع سونيديب طبعا هتأدي بشكل او بروح قتالية عالية جدا، ولكن ده هيقابله باذن الله النادي الاهلي بخبراته بخبرة لاعبيه بطموحاته ان شاء الله بنتيجة ايجابية ان شاء الله. نتمنى انها تكون مباراة على المستوى اللي احنا ان شاء الله نتمناه، والنادي الاهلي يرجع بالنتيجه ايجابيه. يمكن في ناس كتير قوي ما تعرفش شويه عن سونيديب شويه اللي هيواجهوا الاهلي بكره 4 بتوقيتنا هنا في القاهره، بس احنا ان شاء الله مع فقرتنا مع الكابتن فتحي مبروك هنتكلم في تفاصيل اكتر عن سونيديب. يعني النهارده سونيديب بيحتل المركز السابع في الدوري عندهم، هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن القصه ديت. الاهلي هيواجه مين سونيديب في النيجر، هنتكلم ده بالتفصيل في الفقره الثانيه باذن الله.